نعم. أو قال تسجى بثوبه فسلم موسى فقال الخضر وأني بأرضك السلام. وأنا بأرضك السلام. فقال الخضر وأنا بأرضك السلام. إذن انظروا ماذا فعل موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر أيضا عليه الصلاة والسلام لأنه نبي، ماذا فعل؟ ألقى عليه السلام. فعندها قال الخضر وأنا بأرضك السلام، ما معنى لما قال الخضر هذه الكلمة وأنا بأرضك السلام؟ تفضل. نعم، إذن يحتمل أنه كان في أرض كفر لا يسمع فيها السلام، واحتمال آخر أن تحيتهم كانت بغير السلام. لذا إخواني في الله السلام علامة الإيمان، وعلامة الإيمان فهي أمان وإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إن أنتم فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. لذا من يعيش في بلاد الكفر فإنه محروم من إلقاء السلام. وإني لأعجب لبعض المسلمين كيف يستحيون أن يلقوا السلام ويفشوا السلام، فتجده في الصباح إذا أراد أن يلقي السلام يلقيه بصوت منخفض خجلان، بينما إذا أراد أن يحيي ذاك الشخص بتحية الصباح أو المساء رفع صوته، فهو خجل من السلام عليكم، مفتخر بصباح الخير. فالله المستعان عليه التكلان. فالمسلم إخواني في الله يفتخر بهذه التحية ويجعلها شعاره ودفاره أينما ذهب وأينما نزل، فهو يلقي السلام. وبعض الإخوة، وهنا أنبه إلى ملاحظتين بالسلام. الأولى أن بعض الإخوة إذا أراد أن يأتي إلى مجموعة من الإخوة وأراد أن يصافحهم، إذ به مع كل مصافحة ومع كل مصافح يقول له السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم فهذا ليس من السنة. والصواب أن السلام للجميع، أن السلام واحد يشمل الجميع، والمصافحة لكل واحد. السلام للجميع والمصافحة لكل واحد. وأمر آخر، أن بعض الإخوة عندما يطرق هاتفه فعندما يرفع الهاتف يقول السلام عليكم، وهذا خطأ. وإنما الصواب أن يقول نعم، والذي يطرق هاتفك هو يلقي عليك السلام. كما إذا ذهبت إلى بيت فطرقت الباب، فهل الذي في الداخل يقول لك السلام عليكم أم يقول من؟ فتقول له فلان السلام عليكم. فإذا إخواني في الله، هاتان ملاحظتان، وأزيد الثالثة أن بعض الإخوة يعيد إلقاء السلام من غير مفارقة، فتجده في المجلس يقول الشيخ من عنده سؤال، فيقول فيرفع يده فيقال له تفضل، فيقول السلام عليكم، وهذا خطأ. لأن إعادة إلقاء السلام تكون إذا حصل هناك مفارقة. فإذا خرجت من المسجد فرأيت أخاك فلو أعدت إلقاء السلام فهذا هدي. فهذه ملاحظات دارت في البال، أحببت أن أنبه إخوتي عليها.